تعهد المترشح عبد القادر بن قرينة بدمج الجالية الجزائرية داخل النسيج الوطني من حيث الاستثمار حتى لا تكون فريسة للدول الأجنبية المترصدة. بن قرينة وفي آخر تجمع شعبي له بولاية ورقلة تعهد بالاستمرار في القضاء على أذناب العصابة علي قريشي وأمين نفاح. سوف أسعى لدمج جاليتنا في المهجر في نسيجها المجتمعي، تربية، دعم، وقوف إلى جنبها، استثمار، ربط، علاقة بينها وبين الوطن حتى لا تكون فريسة لأي دولة أجنبية. أستمر في مكافحة العصابة وملاحقتها وتدمير كل معاقلها واسترجاع أموال الشعب وإيقاف التزوير وإيقاف الظلم.